هكذا تتواصل الانطلاقات، هكذا يبدأ التحدي على أرضية ميدان سيف العرب هنا في المرموم في هذه الانطلاقة وهذه التواصل الجميل في عالم الأصالة في عالم الناموس على هذا الاندفاع. نسير مع المراكز الأولى وهذه قطنة في شوطنا الخامس الخاص بالإبكار تتقدم، ولكن ينخطف المركز الأول في هذه اللحظات من قبل صدفة اللي انطلقت أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي، يقدم صدفة على المركز الأول والانطلاق الأول، بينما قطنة تأتي في المركز الثاني خليل بن ناصر الشهواني على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هذه الطيارة منصور بن خميس بالصوب الكتبي على المركز الثالث ورابع المراكز، تقدمت في بشاير مطر بن مبارك بن غويث الكتبي اللي يقدم لنا ولا لفتة، هذه لفتة لحمد بن سالم بسعيد بن حلوكة اللي تتقدم، وهناك ديمة لسهيل بن عبيد بن يميع. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في مسار هذا الشوط وتحدياته الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. نسير مع المراكز الأولى، نسير مع الانطلاق الأول في مسار هذا الشوط وهو خامس أشواطي صباحي هذا اليوم في هذا الاندفاع. منتصف الأشواط وهذه صدفة اللي تندفع بالمركز الأول، يأتي أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي اللي يقدمها وهي مسيطرة على المركز الأول وتقود الإبكار بهذا الأداء وأليها في الإبطان بدون أي توامر، بينما قطنا في المركز الثاني خليل بن ناصر بن منصور الشهواني على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تقدمت في ديمة لسهيل بن عبيد بن يميع. وصل بن يميع بدأ يحرك محركاته وتحديات الطيارة منصور بن خميس بالصوب الاكتبي كذلك، وتتواجد هناك لفتة لحمد بن سالم بن حلوكة. هذه النتيجة وهذا المسار الشيق والجميل على أرضية هذا الميدان وهذا التواصل الرائع والجميل على ميدان تحفة الميادين. 1200 ما تبقى من الوصول إلى خط النهاية، صدفة مسيطرة، صدفة على المركز الأول أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي على مقدمة الشوط وهي مسيطرة على المقدمة بجوارها والمنافس لها ديمة، ديمة سهيل بن عبيد بن يميع يا سلام، المضمر النادر دائما حاضر ومقدم كل ما هو جميل. أشوف الثنتين وصل ما شاء الله لتكون رباعية كذلك في هذا الشوط. وصل هناك بن حلوكة اللي مقدم لفته، ووصل اللي هو سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي مقدم لنا محظة ياتي بمحظة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام، الأمتار الأخيرة والستمائة متر اللي بانت في هذا الشوط لتندفع فيها وتسيطر من البداية. لازالت صدفة على المركز الأول أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي على المقدمة وعلى المركز الأول، ولكن التحرك بدأ من قبل لفته لحمد بن سالم بن حلوكة من الجانب الآخر، بدأت تتسلل في 400 متر الأخيرة وتقدم كل ما هو رائع. يا سلام يا سلام، صدرت الأوامر ولا زالت المحاولة من صدفة أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي، ولكن خلاص بن حلوكة حمد بن سالم بسعيد بن حلوكة يقدم لنا لفتة على المركز الأول، واللحظات الأخيرة ما بين لفتة وما بين صدفة ولفتة. يا سلام يا سلام، لفته خلاص بن حلوكة تهنينا وناموس على الفوز بالمركز الأول. لحظات الوصول إلى خط النهاية والمركز الثاني صدفة لأحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي الثنتين، والمركز الثالث